مرحبا. ردود فعل كثيرة تلت الهجوم الإرهابي على لندن بريدج على السوشيال ميديا، وهاشتاغز لندن ولندن بريدج تصدرت المواضيع على تويتر بكافة أنحاء العالم. هالمدينة اللي مش أول مرة عم تتعرض لاعتداء، عرضوا سكانها لقراب من موقع الحادثة مساعدة للأشخاص اللي بحاجة لشاي، واي فاي، شارجر، أو حتى إذا ما كان عندهم مطرح يبقوا فيه. شرطة لندن بدورها استخدمت تويتر لتعطي توجيهاتها للناس المتواجدين بالمنطقة. أما الرئيس الأمريكي المثير للجدل بتغريداته فلجأ لتويتر ليعرض المساعدة على بريطانيا ويروج لحظر السفر كمستوى إضافي لأمن الأمريكيين، وكتب أنهم بحاجة للتحلي بالذكاء واليقظة وبدوا أنه المحاكم ترجع لهم حقوقهم. وأيضا انتقد ترامب بتويت تاني رئيس بلدية لندن صادق خان، وهو أول مسلم بيحتل هيك منصب، من بعد ما قال أنه ما في شيء بيدعي للقلق. وبيقول ترامب مقتل 7 على الأقل وإصابة 48 شخص بهجوم إرهابي، ورئيس بلدية لندن عم بيقول ما في شيء بيدعي للقلق مع علامة تعجب. 800 يوم عدوان على اليمن هو هاشتاغ عم ينشط على تويتر من بعد مرور أكثر من 800 يوم من بعد 25 أذار 2015، بالوقت اللي في حملة تحت عنوان أوقفوا الحرب على اليمن من قبل الدول المناهضة للحرب، وبتستمر ل 15 حزيران الحالي. التعليقات دانت الحرب باليمن، خاصة أنه دول عربية عم بتحارب بعضها. 800 يوم على قتل براءة أطفال اليمن بدم بارد، والعالم عم بيتفرج. الأمم المتحدة صامتة مع فرض عقوبات على اليمن، هي أبرز التغريدات اللي انكتبت. حمامة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما انتشر فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو وماشي برفقة مطران الكنيسة الأرثوذكسية وسلم عليها. الفيديو اللي انتشر بفرج الحمامة عم بترد التحية، والتعليقات على السوشيال ميديا كانت حتى الحمامة بتحب بوتين، وفي ناس راح فكرهم لأبعد من هيك، مثل أنه الحمامة ضابط سري بالمخابرات. بس الحقيقة غير هيك، لأنه الحمامة مرقت من حد بوتين وكفت طريقة من دون ما ترفع جناحها أو ترد التحية. لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا، اللي فيكن ترجعوا تتابعونا على صفحة ترندز على فيسبوك، وفيكن تتابعونا على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة.